من ضمن فعاليات مؤتمر عشرينات القرن العشرين واللي أطلقه المجلس الأعلى للثقافة، تم تنظيم جلسة عن الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي وإزاي بيأثر على المجتمع المصري وفي محيطه العربي والأفريقي. استحضارا لروح فنون القرن العشرين، افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي، وذلك في مجمع الفنون المعروف بقصر عائشة فهمي بالزمالك. المعرض الذي يستمر حتى الأول من أغسطس القادم يأتي ضمن احتفاء وزارة الثقافة بحقبة عشرينيات القرن الماضي بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والثرية تضم نماذج من مختلف ألوان الإبداع التي تم إنتاجها خلال تلك الفترة بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة. النهاردة يعني افتتاح معرض عظيم جدا في مناسبة عظيمة، وهي الاحتفال بمئوية العشرينيات. احنا بدأنا الحقيقة من كام يوم وبدأناها بمؤتمر كان أكتر من رائع، ويعني أضاء كثير على هذه الحقبة يعني في مجالات متنوعة وكثيرة. ولكن طبعا وزارة الثقافة أعدت أجندة قوية جدا، والنهاردة احنا بنحتفل بجزء منها من خلال طبعا هذا المعرض العظيم الرائع بالفنانين العظماء اللي تعايشوا في هذه الفترة. وطبعا هي كلها أسماء يعني الحقيقة نفخر بيها كلنا كمصريين، والنهاردة المعرض خاص بهذه الحقبة اللي هي من 20 ل 29. الأعمال اللي موجودة هي طبعا هي اوريدي في منها موجود في عدة متاحف تابعة للفنون التشكيلية، ولكن تجميع هذه المرحلة لإقامة هذا المعرض خلال الشهرين بإذن الله اللي احنا فيهم دول، دي تسمح بشكل كبير جدا ان كتير من الاجيال وخاصه الناشئ الحقيقه يتعرفوا على هذا التاريخ العظيم اللي هو تاريخهم، ان هم يشوفوا قد ايه هذه المرحله او هذه الفتره كانت غنيه وثريه جدا جدا في مجالات متعدده. ولكن طبعا هنا بنتكلم على شق الفنون التشكيليه، فعشان كده طبعا الحقيقه كل الاحتفاليات الخاصه بهذه المئويه مهمه جدا جدا، لانها تسمح لاجيال كثيره جدا انها تتعرف على تاريخهم وتاريخ مصر العظيم في هذه المرحلة. يضم المعرض قرابة 90 عملا فنيا لعشرين فنانا ممن شكلت أعمالهم ملامح تلك الفترة المهمة من مسيرة الفن المصري، ومن أبرزهم الفنان محمود مختار. الفن التشكيلي أحد روافد الثقافة المصرية، واحنا بنعرض في المعرض ده المؤسسين او جيل الرواد اللي هم تقريبا اسسوا لما يسمى بالفن المصري الحديث يعني. فمجموعه الاعمال اللي معروضه هي مجموعه من بعض المتاحف المصريه الى جوار بعض المقتنيات الخاصه. قدرنا نعمل بحث كبير عشان نجمع المجموعه دي كلها، لانها طبعا كانت مجموعه نادره والاعمال قليله في هذه الفتره يعني. وقدمنا العرض اللي هو يكاد يكون مرجع يعني لكل الدارسين والباحثين والمهتمين بالفنون عموما عن هذه الفترة الذهبية في تاريخ الفن المصري. الفن المصري في فترة العشرينات نقدر نقول ان يعني احياء لذكرى الفنانين المعاصرين في النص الاولاني من القرن العشرين وبالذات فترة العشرينات. يعني هنلاقي مثلا محمود مختار، محمود سعيد واخرون. طبعا بتأتى اهمية المتحف لان في اجيال بالنسبة للمعرض ده ما كانش لها الفرصة انها تطلع على كل الاعمال دي في مكان واحد. قدر المعرض انه يحقق ده، وده في حد ذاته القاء الضوء على الاعمال الفنية الفنانين المصريين في فترة العشرينات. مش بس الفن المنتج كمنتج، لا ده كمان على الحياة الاجتماعية، لان الفنان ابن بيئته ومرآة للمجتمع. اليوم شفت مجموعة مختار اللي انا حقيقة مش شايف اول مرة اشوفها، وهذه كانت شيء هائل الجمال. وايضا مجموعه من الفنانين الرواد اللي من جيله، اللي الفنان الكبير محمود سعيد، وايضا مجموعه من الفنانين الانطباعيين المصريين من بدايه القرن. هذه فرصه كبيره انه، وهذا المكان اصلا المكان هو اللي القدسيه الكامله اللي اعطته الاعمال، ضافت المكان قدسية، والنفس المكان هو اللي ضاف قدسية للأعمال. هذا التبادل حقيقة طلع بمشروع هائل الجمال. ودائما معروفة وزارة الثقافة المصرية دائما كل سنة تقدم عرض هائل،
وبتنظيم رائع. شكرا لكم وشكرا لهذا الكم الهائل من الجمال. المعرض يقدم نماذج مختارة من الإنتاجات الفنية التي شهدتها تلك المرحلة الاستثنائية بكل المقاييس، باعتبارها مرحلة التكوين الفعلي في بناء الفن المصري الحديث والقاعدة التي ارتكزت عليها الأجيال المتعاقبة وتحمل في ذاكرتها رموز تلك الفترة التأسيسية.